مرحبا بكم، معكم سيف علي. اليوم دورة جديدة راح نبتدي بها وهي الكونكت اي او. الكونكت اي او هذا برنامج مجاني لتعليم الطلبة، او انت كهاوي تريد تتعلم البي ال سي او تريد تتعلم الكنترول بشكل عام، ممكن تبتدي بهذا البرنامج. اضافة للاوتوميشن ستوديو ايضا احنا شارحي. فهذا البرنامج من شركة ريل جيمز، هذه الشركة جاي تطرح هذا البرنامج بشكل مجاني. اذا ما حصلت على الانترنت ممكن تلقى بدرايف القناة في أسفل هذا الفيديو، بالتعليقات بالعفو بالوصف مع الفيديو ممكن رابط مكتوب عليه درايف القناة، وتلقى كل برامج شرحتهن تلقاها نفسهن. زين، هسا الخلفية اللي عندنا هي سوداء اللون، تقدر تكبرها وتصغرها. وعندك هنا المداخل والمخارج، عندك input output memory، وعندك السورس والتاكس والبلوجينز وال الاوتيليتي والسيتنج. عندك هذني اللي تقدر تتعامل وياهم يعني. اوكي، فخلنا نبدا ببرنامج بسيط. هو برنامج لجمع عددين. تروح على البلوك انز، عندك الاد تو وين بالفانكشن بلوكس بالارثمتيك. فانكشن بلوكس اذا انت مبرمج بي ال سي، الفانكشن بلوكس راح يكون عليك جدا بسيط. واذا ما مشتغل ممكن تبدي بهذا البرنامج او بالاوتوميشن ستوديو حتى تتعلم الوايرنج. زين، هنا عندك الاد تو، سحبته سحب وافلات. اوكي، وعندك اد 3، مجرد سحب وافلات تقدر تكبرهم وتصغرهم. زين، خلينا نبدا باد 2. اد 2 راح يضيف لي رقمين. لازم شنو؟ لازم اخلي له سورس. من السورس راح اجيب عندك انواع من الارقام، راح اخلي له رقم نيوميريكال. اوكي، هذا نيوميريكال اذا تضغط عليه، شوف اذا تضغط عليه راح يطلع لك جوه بروبرتيز، بينما الاد 2 من تضغط عليه ما بي بروبرتيز في الاسفل. زين، هذا النيوميريكال راح اسميه اسم بالدسكربشن، تقدر تسميه اسم فرضا اي راح اخليه، واقل قيمه على قيمه تقدر تتحكم بينها. سوى مسيت على 10000، ممكن انت تسوي مكان 10000، اني ما احتاج هيش قيمه، راح اخليه فرضا 100. اوكي، فهذا راح يصير من 0 الى 100. اوكي، هسه البروبرتيز ما بيها شيء. زين، شلون توصله مع الاد 2؟ تضغط دراج دروب، سحب وافلات ويا الاد 2. اوكي، ممكن تسوي له كوبي بيست بالكترول سي وتضغط كترول في، صار عندك واحد جديد. وهذا الثاني بالدسكربشن راح اسميه بي. اوكي، وراح اسوي فرضا من 1 الى 300، من 0 الى 300، عفوا من 0 الى 300، وراح طلع لي راح يجمع لي مع ال A2. زين، هسه من تصعد بيهن ماكو اخراج، لازم شو يحتاج لك بعد؟ يحتاج لك اوتبوت. الاوتبوت روح على الاوتبوت، على خانة الاوتبوت، وتختار نوع الاوتبوت اللي يناسبك. انا راح اختار الانتجر. اوكي، ممكن اذا تريد 20 تختار الفلوت، ولكن هنا ما راح يصير عندك 20 لان ماكو قسمه. زين، ايضا توصله دراج دروب. فهسه من تجمع، اوكي، راح يطلع لك الناتج مال الجمع وين؟ بالانتجر. هذا ال A2. ممكن تضيف 3 ارقام بنفس الوقت، اد 3. الرقم الاول جاي من اي، الرقم الثاني جاي من بي، الرقم الثالث راح اخذ له سورس اخر. سورس اروح على السورس، اختار نيوميريكال، و تكتب بيها اي بي سي فرضا، زي كابيتال سي، راح اخليه 10000 ابقي. اوكي، وهذا راح اوصله للاد 3. راح استنسخ هذا الانتجر. شوف الاوتبوت شنو بي، الاوتبوت معطي ادرس، هذا الادرس مالته 0. اوكي، فمن اسوي له كترل سي كترل في استنسخه، هنا ايضا الادرس نفس الشيء. فانت حتى هذه القيمه تاخذ قيمه جديده، راح تخليه ادرس 1. اوكي، ذاك 0 هذا ادرس 1 بالبروبرتيز اسفل النافذه، وهنا توصل. فهسه عندك صار شنو؟ صار عندك الادرس 0 وادرس 1. زين، هسه تقدر تزود. اوكي، راح هذا يشتغل لك على 3، ال A وال B وال C، وهذا يشتغل لك على ال A وال B فقط. اوكي، وتقدر تحددهم كلهم وتنقلهم يمين يسار بكيفك انت. بعد بعد شنو العمليات اللي عندنا؟ العمليات اللي عندنا هي شوف، عندك الديفيجن، عندك المولتيبل، عندك السب. فرضا الديفيجن، شوف الديفيجن حتى يطلع لك اوتبوت. الانبوت تقدر تاخذه من اي مكان، الاوتبوت حتى يطلع لك بيه اعشار، المفروض
هنا بالاوتبوت تختار الفلوت، فراح اخلي فلوت اوكي واوصله. وهنا الديفيجن كيفك الارقام اللي انت تاخذهن، ممكن تاخذهن من اخراج، من اخراج مثلا الات، من اخراج الات اوكي راح اسوي لي ديفيجن مع هذا، مع هذا الادخال اوكي. يعني الديفيجن صار من اخراج الاد 3 اول رقم على السي، اد 3 على السي. اوكي هذا صار، استخدمت فلوت حتى تبين عندي النتائج. اذا تستخدم انتجر ما راح يطلع عندك، راح يطلع عندك بس واحد. اوكي هسه لحد هنا يعني سوينا برنامج بسيط، ممكن تنفذه وتشوفه. تقدر تستخدم الضرب، تقدر تستخدم الطرح، نفس الشيء، فقط توصل له وتسوي له اوتبوت وتشوف شنو راح يخرج عندك. لحد هنا نشكر متابعتكم، ان شاء الله نكمل بالفيديوهات القادمة ان شاء الله.